مزرعة لحليب الأبقار بالجنوب هو المشروع الذي ظفر البريطانيون به اليوم خلال المنتدى الثاني الجزائري البريطاني للاستثمار بحضور أزيد من 150 متعاملا إنجليزيا في سيناريو يشبه إلى حد بعيد اتفاقية المايونيز الشهيرة التي وقعتها فرنسا في 10 أفريل الماضي خلال زيارة فالس إلى الجزائر. المشروع الأول ربما اللي راح يتجسد في الميدان وراه ماشي إن شاء الله هو مشروع في ميدان إنتاج الحليب، إن شاء الله ما بقالوش وينطلق. هذا اللي خلينا مزرعة بحجم 5000 هكتار في موجودة في المنيعة ما بين طرف جزائري وطرف بريطاني، اللي راح يسمح إلى نقلص من الاستيراد من هذا المزرعة. من جهتهم البريطانيون أعربوا عن اهتمامهم بالسوق الجزائرية وبالاستثمار في مختلف القطاعات، وأعربوا عن إبرام 3 اتفاقيات منها مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية. À l'Algérie dans le passé. Nous voyons le partenariat se développer entre nous. Nous explorons les opportunités que l'Algérie a à offrir. Le premier, c'est le traité de double taxation. Je peux vous dire maintenant qu'il y a une chambre algéro-britannique qui va être mise en place. Et c'est un travail qui est en cours. Le troisième dossier, c'est ouvrir une école britannique internationale. منتدى الأعمال الجزائري البريطاني الذي حضره بعض من وزراء الحكومة وغاب عنه سلال، وحضره بعض رجال الأعمال الجزائريين وغاب عنه آخرون، يطرح أكثر من تساؤل حول نظرة الحكومة الجزائرية إلى الشراكة في مجال الاستثمار، خصوصا وأنها تمر بأزمة مالية حالكة السواد.